نكمل سلسلة غرس الفضائل في الأطفال. المرة اللي فاتت خدنا حرف الطه، مش كده؟ طول البال أو طول الأنا، الظه، مش كده؟ هناخد كلمة ظروف. بمعنى إيه؟ إزاي أغرس في ابني أو بنتي التعامل والتكيف مع كل الظروف؟ الملاحظ في الزمن ده انه ولادنا الشباب اصبحوا ما عندهمش تكيف. بمعنى لو دخل اوضه ما فيهاش تكييف تلاقيه يتعفرط ويتشنج. طب يا حبيبي، ما احنا ما اتولدناش بالتكييف يعني. او لما مشوار ما يخلص، احنا يعني نشكر الله مشاوير هنا في مصر مدرسه فضائل، يعني تتعلم صبر، تتعلم تواضع، تتعلم حكمه، وماله المشوار لما يتعاد تاني وتالت. فهنا تلاحظوا انه ما عندهمش تكيف مع الظروف. طب افرض الظروف ضاقت واصبح الاب والام مش قادرين يصرفوا زي الاول، هل الطفل او الشاب في المستقبل هيقبل؟ افرض عندهم مثلا جده تعبان في البيت، طب هل الطفل ده هيقدر يتكيف مع الظروف؟ افرض ارتبطوا بزيارة وهو عاوز يفضل يلعب على التلفزيون ويعلي ويتفرج على فيديو، دلوقتي عندهم ضيوف. اذا احد الفضائل اللي عاوزين نغرسها في اولادنا، مش عارف اسميها ايه، لكن خلينا نسميها التكيف على الظروف. انا خدت كلمة الظروف بس عشان الحرف بتاع النهاردة. اراجع معاكم تاني، اي فضيلة عاوز تغرسها بنمشي بالطريقة الثلاثية: القدوة والحوار والتأديب. القدوة أولا، لو أب وأم متكيفين ما بيشكوش، يطلع الطفل بطبيعته عنده تولرانس أو عنده احتمال أو عنده مرونة عالية. ليه؟ بابا مش بيقفف وماما مش عمالة تشكي وبيضحكوا، المشوار طلع مش عارف ايه، العجلة ضربت في السكة، الناس طولت شوية، الموضوع ممشيش، يعني نفسهم حلو كده وايه وبيمشوا وبيضحكوا. انما برضو المشكلة ان احنا بنعدي ولادنا التذمر، احنا يا كبار مش قابلين اي حاجة تمشي غير اللي احنا عاوزينه بالظبط. فده بيخلي الطفل من غير ما بنحس عايزان ويعيط ويخرب الدنيا لو الدنيا ما مشيتش على مزاجه. يبقى أنا حطيت فيه رذيلة إنه لا يتقبل أي ظروف ولا يتحمل أي أوضاع إلا اللي هو عاوزه. عاوز ده يبقى ده يجي دلوقتي. طب ما هي الدنيا مش كده، ولا حتى الحياة الروحية بتمشي كده. فأول حاجة أراجع القدوة بتاعتي، الوالد والوالدة والجد والجدة وكل من يربي. هل أنت شخص فيك التكيف وبأي درجة؟ يعني يوسف العفيف مثلا شخص تكيف مع الظروف، واحد متربي حبيب أبوه دلوعة أبوه، كان ممكن يخرب الدنيا، يترمي في البير وبعد كده يتباع عبد وبعد كده سجين، هيتكيف ازاي مع الظروف دي؟ لقيناه مش تكيف، ده تكيف ونجح وأثبت نفسه تماما. ما قالش فين بابا، وما قالش فين بقى الخيمة بتاعتي وفين العز بتاعي وفين حاجتي، وكان صغير طبعا، ما كانش كبير ساعتها، يعني بداية القصة كان 17 سنة، لكن كان يعتبر دلوع يعني، أو متربي في العز شوي، كان أبوه غني. لكن بهدل 13 سنة، 13 سنة دي ما سمعناهوش ما تكيفش. يجوز أبوه عرف يغرس فيه المبدأ ده أنه يقبل الظروف، يتفاعل عادي. يبقى أول رسالة لينا إحنا كقدوة أو مربيين، لازم نتحاشى الأفأفة والاعتراض والشكوى. الشكوى دي بتوصل لابني، بيطلع مخنوق أكتر مني، بيطلع مش قابل الظروف أكتر مني. لكن لو أنا متقبل الظروف، افرض بقت فيه أزمة غلا شوية، طب ومعلش الحمد لله إن إحنا عارفين نعيش برضه، نشكر ربنا، وما البنزين يغلى نركب مواصلات شوية، ما حصلش حاجة، نتعب طب ومال، ما نتعب يعني، ما نتعب شوية، ما يمكن التعب ده برضو حركة والحركة بركة، ونقعد نتقبل.
الظروف، لكن هنفضل بقى ناخد الجانب المتذمر، احنا مش بنأذي نفسنا بس بنأذي اللي ورانا. وطبعا ده خلي بالكو ده أب وأم، لأن لو طرف واحد غير متقبل للظروف ده بينعكس على الطفل. دي بتوصل في أكتر من كده، مثلا لما أم لطفل تفقد والدها، يعني جد الطفل توفى، لو الأم فضلت مش قابلة موت أبوها الطفل يطلع تعبان نفسيا، لأنه هو بيبص لمامته، ما هي مامته دي مصدر أمانه. لو الأم قبلت من إيد ربنا التجربة وسلمت إن أبوها في السماء وقدرت تتعامل مع هذا الظرف، تحملت على نفسها وصلت وعيطت شوية وارتاحت وقالت هنتقابل في السماء، الطفل يتقبل الظرف. لكن لو مامته مش قابلة ورافضة وبقى قفشة مع ربنا، على فكرة كل ده بينعكس عليه، ده معناه ما تقبلش حاجة من ربنا، ده معناه ربنا ظلمنا، دي بداية إلحاد. خلي بالكوا هي الأم واخدها كده بعاطفتها، بس هي مش واخدة بالها إنها حطت بذرة رفض الله في ابنها لمجرد إنها لم تقبل التجربة. الطفل الصغير طبعا مامته هي المثل الأعلى، فبما إنها رفض اللي حصل يبقى فعلا ربنا ظالم ويبقى ويبقى. تاني طريقة الحوار، بنحكي مع أولادنا إزاي؟ ازاي حايل ابني اقول له طب معلش احنا بس السكة طويلة شوية، تعال نقول تراتيل، تعال نقول الحان، ما ينفعش انه يبقى لازم نوصل دلوقتي ولازم اعمل اللي انا عاوزه دلوقتي ولازم اللعبة تجيلي دلوقتي، وبلاش نرضيهم قوي، لازم يتقبل الظروف. المكان مش مناسب، طب وماله، تعال في المكان اللي مش مناسب ده نفرح برضو، هنعرف نفرح. يبقى هنا الحوار بقنعه، ممكن اقول له انت عارف حبيبي ان في اطفال ما عندهمش سرير خالص، ما عندهمش شبشب حتى في البيت، في اطفال مش بياكلوا الاكل الحلو ده خالص. ابتدي اقنعه انه في ناس تانية، في عالم اخر محروم من الحاجة اللي انت مستقل بيها او مش عاجباك. الحوار هنا مهم، والحوار يدخل في قصص الانجيل، ازاي مثلا دانيال اتحرم من والديه لكن عاش ماسك في ربنا وبقى قديس عظيم قوي، لكن شاف ايام صعبة وتعب، ازاي كان مظلوم شوية طب وماله، تقبل الظلم في وقت، لكن ده ما خلاهوش يتلخبط. يبقى حكايات الانجيل مع الحوار المستمر على انه كل ظرف ممكن نتعامل معاه ازاي، وازاي نتحمل الظروف ونتكيف، وان ربنا في الاخر هو الوحيد الثابت. ربنا مش بيمشي، الدنيا تمشي، الفلوس تمشي، الناس تمشي، لكن ربنا ده لسه معانا وهيفضل معانا ومش هيسيبنا، وبدل ربنا معانا وموجود خلاص مفيش حاجة تفرق معانا. اخيرا يأتي التأديب بقى، لو لقيت انه عدم قبول الظروف عيب واضح في ابني وابتدى يعني يغلط غلطات صريحة لأنه مش قابل الظروف، هنا بعد القدوة وبعد الحوار ممكن ألجأ إلى تأديب شوي. تأديب معناه punishment، معناه عقاب محدد عشان يسيب رسالة أنه اللي أنت بتعمله ده مش مقبول وما ينفعش يتكرر تاني، مش عقاب بغضب بغل، لا دول ولادنا بنحبهم، أنا عاوز أعلمه مبدأ، علمته له بالقدوة ما دخلش قوي، علمته له بالحوار والإقناع ما دخلش قوي، ممكن أعلمه بالعصاية، مش بالعصاية حرفيا طبعا، لكن على سفر الأمثال لما يقول لا تمنع عصاك عن ابنك لألا يموت، لأنه لو النهاردة ما تزبطش بكرة لقى مراته مش مريحة البيت ده خرب، لأنه لم يتقبل الظروف. لقى مش عارف مشكلة في شغله قال لك هسيب الشغل، هسيب الشغل واحنا كل يوم هنلاقي شغل. لازم تتحمل الظروف، لازم تتعامل مع الظروف، لازم تبقى يعني ناشف شوية. فهنا هنضطر نلجأ إلى تأديبات أو عقوبات يعني متناسبة مع الغلطة اللي بيعملها. فلو هو زعق زيادة أو اعترض زيادة لا مش هديله اللي هو عاوزه وهشد عليه، وممكن أطول في الظرف ده شوية،
يعني أعرف أب لما كانوا أولاده يقولوا له الأكلة دي مش بنحبها، يقول لهم الأسبوع ده كل يوم، فطبعا حرموا يقولوا بنحبها أو ما بنحبهاش، لأنه لما قالوا بنحبها قال لك بيضحكوا عليا برضو كل يوم، فما بقوش عارفين يعملوا إيه. طبعا مش بالضرورة تمشي بالطريقة دي، لكن في الآخر اتعودوا ياكلوا أي حاجة خلاص بقى، ما هو ما بدهاش يعني، بدل هو هيشد كده يبقى هناكل اللي هنلاقيه هناكله كويس، يبقى عارف يغرس فيهم مبدأ إنه خليكوا بقى متقبلين كل ظروف. ربنا يدينا حكمة في تربية ولادنا.